زياد حمودة من مصر. فقدت جوزي وحب حياتي سنة 2005 وهو شاب، ولكن عيون أولادي الثلاثة كانوا 8 و10 و11 خلوني عندي أمل وأفكر إن الحياة لازم تستمر وإن مع كل نهاية في بداية. أنا جورج حاتم من لبنان، أنا بيو لفيليب حاتم، الطفل يلي توفى من 3436 يوم بحادث غير مجرى حياة كتار. راح فيليب بس ابتسامته بعدها عم تعطي سعادة بمطارح كتيرة. شيرين يعيش، أردنية فلسطينية. وجع الناس أثر فيي كتير، وجع اللاجئين والأيتام والمهمشين، لكني انتفضت والنتيجة هي ولادة كينونة. للحزن أجنحة، هيك قال جان دو لافونتين. واكتشفنا مع الوقت إنه الحزن بيطول وقتها متعود عليه، وما مننتبه إنه في إشياء حلوة كتير ممكن تولد حتى من قلب الحزن الكبير. الليلة بستقبل 3 ضيوف عاشوا تجارب حزن مختلفة وأحزانهم كان لها أجنحة. مساء الخير غادة حمودة. مساء الخير، أنت ابنة مصر، مصر أم الدنيا، مصر مصدر الفرح. إدي الفرح بيعدي وإدي الحزن بيعدي. واو، يس، مصر أم الدنيا ومصر كلها فرح وفرح بيعدي، ولكن كمان لازم نعرف الدنيا فيها الحزن وفيها الفرح، الاثنين تسكنتينيوم، ولو ما حسيتش بالحزن مش هتحس بالفرح. الأمل كمان معدي، ودي حاجة مهمة كتير إن إحنا نلاقي ونحوط نفسنا بناس، ودي يمكن أهل مصر معروفين بها، دايماً بيضحكوا وبيحاولوا يلاقوا الأمل، فالأمل معدي. الصدفة هي المجهول، في صدف كتير بالحياة بتجي وما نكون متوقعين لها، وما نكون مستعدين لها. إلى أي درجة بتأمني بالصدفة؟ مؤمنة بالقدر، ومؤمنة بأن ربنا كتير بيبقى كاتب أشياء. ويمكن دي حاجة من أيام ما سافرت أمريكا عشت وحدي، وأنا عارفة كتير أن أي حاجة مكتوبة هتحصل صدفة، الحياة هترمي حاجات علينا، السربرايزز اللي بتيجي دي هي will always be some good some bad. المهم أنك يسربرايز لايف باك، المهم أنك تقف وتتعامل مع كل صدفة. أنت امرأة قوية شكلاً ومضموناً، هل قوة المرأة لصالحها؟ كل امرأة قوية، بس احنا عايشين في مجتمع ذكوري يمكن في الشرق الأوسط، ويمكن كتير كل امرأة بتحاول انها تثبت نفسها وتلاقي الحل الصح ليها في المجتمع ده. القوة في صالح المرأة، والقوة بتبقى داخلية، مش لازم القوة تكون، كل واحدة بتشوف الطريقة الأصح ليها انها تعبر عن القوة دي. وقت الصبية بتخسر الزوج شو بينكسر فيها؟ شوف، فقدت والدي، يمكن أهم 2 رجالة في حياتي، والدي سنة 92، وقتها حسيت أن ظهري انكسر. سنة 2005 لما جوزي راح قلبي انكسر. أكتر حاجة انكسرت كانت الحلم أو الطريق اللي كنت بتحلمه، أسلوب الحياة اللي هتعيشه، هعيش حياة سعيدة بأولادي، مع والدي هيكون موجود. العمر ما بينكسر، واللي مش مفروض تسيبه ينكسر، شخصيتك وإيمانك، لأن هو ده اللي بيخليك تكمل، صح؟ لكن طبعاً الحلم بينكسر شيء وبيخلق شيء تاني بالمقابل. شو انخلق عندك؟ خلق عندي إصرار أكتر وإيمان أكتر. في كل نهاية في بداية، لكل نهاية عشتها من أيام ما كنت أنا لوحدي بعافر في أمريكا حاول أثبت نفسي، فقدت حاجات لكن قدامهم. زي ما في حزن، الحزن بيجي لأن أنت تمتعت بسعادة وتمتعت بحب وتمتعت بحاجات كتير، كل حاجة بتنتهي بتخلق فرص كبيرة جدا. هل ليلي أنت قادرة تقنعينا أنه ما في نهايات دائمة وما في حزن دائم؟ الحياة مستمرة، الموجة بتيجي على الشط وبترجع تاني البحر، كل بتخبط على الشط، ساعات ترتاح وساعات تاخد قوتها وترجع تاني. الحياة مستمرة، it's a continuous effort, it's a continuous energy. ومن كل ضعف بنقوى، ومن كل قوة بنقدر
نقطة الحزن ونقطة الضعف. It's a continuum. Life continues and goes on and you have to continue to move forward. وحنتعلم كتير وحنكسبت الحزن لأنه هو ده الطريق الوحيد اللي تقدر أكتر كل حاجة حلوة في حياتك. حديثنا الليلة رح يكون طويل معك الليلة، رح نكتشف كيف الإنسان بيقدر يواجه التحديات، بيقدر يواجه الألم والانكسار والوجع ويطوع كل هذا في سبيل تأسيس مستقبل أفضل وفرح كبير. مساء الخير جورج حاتم. مساء النور. هنالك مثل أو قول مأثور بيقولوا إذا كترت أحزانكم ناموا بتنسوا، هلا شيء صحيح؟ لا أكيد لا، ما بتنسى، إنه بتتعلم كيف تدير وضع معين، بس الأشياء اللي بتصير بحياتك والصعبة كتير مش مستحيل تنسيها، هي بتكون بتصير جزء منك، بتصير أنت. إنه ننسيها ما بعتقد لا. أنت فقدت ابنك الوحيد يلي إجا بعد بنتين. فيليب كان طفل سعيد، كان طفل جميل بيضحك بيلعب، عم بيعانق المستقبل بكل حرية بكل تلقائية. اللحظة يلي فقدت فيها ما بتنتسى، هل فيها نستعيدها معك؟ كان بعرس مع أمه وأخواته، أنا كنت بالمكتب كان عندي شغل وجاني تليفون إنه صار في حادثة بدك تركض على المستشفى، وكان بمنطقة قدي والمستشفى كان بهديك المنطقة كمان، وكانت زحمة كتير، كان بآخر النهار. ما بتذكر إلا كنت عم بطلب من ربي إنه يلي بدك خده، يلي بدك ويلي عندي ويلي ما عندي خده، معليش بعيش على لقمة زيتون ولبنة وبنبسط فيهم، بس جرب خلصوا لفيليب. ما كان حدا يجاوبني، ما كان حدا يقول لي شو عم بصير بالفعل، بس حسني قلبي انه في شيء مش مزبوط. لما وصلت على المستشفى ما كان حدا خلوه يفوت يشوف فيليب، طلبوا مني فوت انه شوفه، بس كان انتهى الوضع. ما انتهى فعلا، كانوا عم يجربوا يرجعوا يعيشوه بس كان مستحيل. اليوم وقت بتتذكر فيليب، شو بتحب تتذكر من حياته القصيرة؟ أي هي المشاهد الأكثر التصاقاً بذاكرتك؟ عديدة بالفعل، يعني مثلاً إذا كان ببيروت كنا بالعربية عم بيمشي وبيشوف أطفال عم بتفتش بالزبالة لحتى تلاقي شيء تاكل يا ما تاخده، يوقف يطلب مني يوقف لحتى ينزل يحكي معهم يعطيهم شو ما عنده. وسفرنا كتير مع فيليب مش بس بلبنان، وين ما كنا أكيد ما بيحكي اللغات كلها كانت مطرح ما نكون، بس دائما يتقرب من الطفل يلي بيشوفه حزين يما يشوفه فقير ويجرب يعطيه، يعني بيوصل لدرجة بعد شوي بيشلح تشيبه ولا يعطيه إذا ما بتوقفه. يعني كان يمكن طفل بس أكيد كإنسان أكبر بكبير من عمره. حياته بهالدنيا وعلى الأرض كانت قصيرة جدا، لكنك أثرت أنك تبقي اسمه وتحافظ على اسمه حتى يستمر لأجيال متفاوتة متعاقبة ومختلفة. أنت حولت الحزن أو طوعت الحزن، عرفت كيف تخلق من حزنك سعادة لكتار من الناس، وكتار الليلة طبعاً عم يتابعوا الحلقة وهن مستعدين أنه يغرفوا من هذه التجربة الحزينة، من هذه المأساة الكبيرة، وياخذوا منا طاقة وأمل. هل أنت مستعد أنك تشركهم بهذه التجربة؟ بعتقد في شقين للجواب. الشق الأول أنه مشوار صعب ولا شك أنه واحد بده يمرق فيه ولوحدك فيه، شو ما يحكوك شو ما يجربوا بدك تمرق بمرحلة كتير صعبة لحتى تتقبل، وبس لحتى تتقبل بدك تعطي تفسير لنفسك. لما بتعطي تفسير بيصير أهين إنه تقبل، ولما بتقبل بيصير فيك ترجع تعمر على اللي أنت بدك تعمر عليه. الشيء الثاني، بتوصل لمرحلة بتفهم شغلة كتير أساسية بالعالم، إنه الشغلة اللي بتصير ما عندها أي معنى بحد ذاتها. ماشي، الشغلة بتصير صارت بيريد، ما عندها معنى. التفسير الوحيد هو اللي أنت بتعطيه إياه. أنا قررت إنه هالحدث اللي صار
توفى ابني ما فيني اعمل شيء. قررت اعطيه معنى كثير ايجابي، يكون مفيد، يكون نقطه انطلاق لمشوار حلو. يمكن فيليب عايش 11 سنه، انما يلي حبيت انه نستعمل هالحادثه نساعد قد ما فينا اطفال، مثل ما هو علمني فعلا نساعد هالاطفال يلي بنشوفهم بالحزن وجوعانين وعندهم حاجه معينه. اذا اللي صار صار. اليوم انا فخور بابني، بعتقد ابني نجح حياته حتى لو قصيره. انا بعرف لا شك انه في ناس عايشوا يمكن 80 سنه ما نجحوا وما تركوا وقع بحياتهم قد ما فيليب عمل. اليوم فيك تروح على عدة بلدان بالعالم بيعرفوا فيليب حاتم، مؤسسة فيليب حاتم، عدد كبير من الأطفال رجعوا شافوا ابتسامة، قدروا يروحوا على المدرسة، قدروا يجيهم علاج طبي يما غيروا من المساعدات. وبيجيني رسالات من عدد كبير من الأشخاص ومن البلدين يقولوا لنا انه فيليب فعلا حي. انا فخور بابني نجح حياته. هلا انا زعلان لما انه موجود، وهذا الالم ما بروح. بس في شغله، في شغله بتختلف بين الوجع والالم. الوجع كلنا بنعرف شو هو الوجع، الالم نحن بنخترعه، هو ما في الم. حديثنا ليلي طويل، نلتقي بعد لحظات. اوكي. شيرين يعيش، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. أنت فلسطينية أردنية، عائلتك يعيش أصلا من نابلس، هل توقفت عند معنى هذا الاسم؟ كثيرا ودائما، جزء لا يتجزأ مني اسم عائلتي طبعا، ويعيش لها كثير معاني. بقدر الواحد يعيش حياة طبيعية، وبقدر الواحد يعيش حياة يحقق فيها ذاته. هناك فرق كبير بين يعيش ويموت. أنت اخترت الحياة طبعا وفضلت الحياة على الموت. أنت رفضتي تشوفي الناس اللاجئين المهمشين الأيتام عم بيموتوا، عانيتي بسبب معاناة الآخرين، توجعتي بوجع، تألمتي بألم، بكيتي لبكاء لصراخ. ما حدا نصحك أنك تغضي النظر وأنك تعيشي حياتك تتناسي هؤلاء؟ كتير، لكن أنا كنت دائما أحس أنه غض النظر عن الآخرين هو غض النظر عن نفسي وعن حقيقتي وعن إيش أنا بحتاج عشان أعيش حياتي حياة صحيحة. مشاركة الآخرين بوجع بحزن دلالة على أنه إحنا بشر. إلى أي درجة أنت حساسة؟ جدا. حياتي كلها عبارة عن أنا كيف حاسة بغيري، وممكن تتوقف توقف تام إذا ما بعمل اللي أنا عم بعمله هلأ. هل حاولتي تدربي نفسك على أنك تقدري تواجهي وتفصلي قليلا بينك وبين وجع الآخرين؟ شوف، جزء من دراستي وشغلي كمعالجة نفسية عن طريق الفن إنه لازم دائما ألاقي الفصل، لكن الفصل لا يعني إنك ما تحس بالآخر، يعني إنك تعرف تتعامل مع مشاعر الآخرين عشان تعتني بذاتك وتضلك تعطي. بتقدرش تعطي إذا ما بتعتني بذاتك. يقال يد الله مع الجماعة، هل اختبرتي هذا الشيء؟ جدا، لكن للأسف إحنا بوضع هلأ الجماعة غير متحدة، فكل حدا بفكر إنه اللاجئ يعتني بحاله، المهمش يعتني بحاله، وما حدا بحس بالآخر أو بالإجمال يعني، لسوء الحظ. شيرين بيقولوا إنه الهموم بقدر الهمم. أصحاب الهمم بيحملوا نفسهم عادة هموم غيرهم. شو رأيك؟ جدا، أصحاب الهمم هم اللي بيعملوا إشي بهموم غيرهم، مش بقعدوا بسكروا حالهم، بقعدوا بفقاعة. في خيار، إما تعيش داخل فقاعة أو تعيش خارج الفقاعة. ليلى، حديثنا طويل ولح نشوف إلى أي درجة أنت أعطيتي، كيف أعطيتي، وماذا ستعطين في المستقبل إن شاء الله. هل أنت مستعدة؟ جدا. تفضلي. شكرا. وقفوا على ناصية الحزن، التقطوا خيوط الأمل، أرسلوا سرورا بكل الاتجاهات. غادة، جورج وشيرين لملموا وجعهم وعبروا طريق الأمل وعبدوه أمام الكتار. فاصل ونواصل. روض الحزن الكبير وجدد الأمل والرجاء، وتجددت معه باسم طفله حياة الكثيرين. Our programs aim to provide the five most critical components
that make children happy. Basic necessities, safety, health, education, and recreation. Today, our foundation has grown to form an internationally connected organization spanning the globe with hubs on 3 continents and plans for 3 more. On their behalf, we must say enough. السلام على أمي، رددها صغارها هذا وهم يكبرون في أحضان فيها دفء وقوة وقدرة على تحويل الانكسار إلى انتصار. فخور بيها جدا وأنا مبسوط إنها هي طلعت أمي. كل يوم بشكر مامتي، ما فيش أي حاجة أو أي حد تاني كان يقدر يدينا الحياة اللي احنا كنا عايشينها مع بعض، وأنا متشكرة قوي لكل لحظة ادتها لي. اللي بيساعدني حول الحزن الأمل هو الحب، حبي لعائلتي، حبي لأخويا، لمامتي، لأختي، للعالم. وأنا اللي بيساعدني هو القبول، يعني إن أنا يكون في نسبة قبول تجاه اللي أنا بضطر أواجهه أو أي حاجة يعني حزينة بتحصل في الحياة. مركز كينونة هو مركز للعلاج النفسي عن طريق الفن. تأمل، عبر، اشفى، 3 سلوكيات أطلقتها وهي تبحث في كينونة عن أمان وأمال وطمأنينة في عيون المهمشين والحزانة. الأطفال اللي اشتغلنا معهم بهذا البرنامج هم أطفال بيجوا من أسر مفككة أو أي يتيمين الأب أو الأم، فهم أطفال بمروا بظروف كتير صعبة وعندهم صدمات واكتئاب. وليوناردو أثبت إنه الواحد إيش ما يكون ظروفه يقدر يعمل إشي هم ما قدروا يعملوه. بدنا رسمة تفرجوني كيف الناس بشوفوكم أو أنتوا كيف بتكونوا قدام الناس. جورج حاتم، الليلة كتار عم يتابعونا، والليلة طبعاً في ناس هني انهزموا من الحزن، كانوا ضحايا الحزن، غلبهم هني ما قدروا يتغلبوا عليه، تعثروا، سقطوا، وقعوا، ومن الصعب عليهم أن يرجعوا يكملوا حياتهم ويسيروا قدماً. هل فعلاً الدنيا فيها توصل إلى نهايتها بالنسبة لأشخاص، أم بالمقابل في قيمة مغايرة مختلفة بتخلق مع الحزن؟ لا شك أنه الحزن بيقدر يربح ويكون كتير قوي ويكون فعلاً عم بينعاش بطريقة كتير صعبة، ولا شك أنه يمكن يجيك مساعدة من حدا يقلك ينبهك أنه عم بتروح كتير بعيد. لما فقدت ابني وكان صرنا مدة بالعائلة بالبيت عم نعيش بالألم والحزن، مرة أجوا بناتي قالوا لي طب ونحن شو؟ ساعتها بتوعى حالك وبتشوف أنه يمكن في حزن بس يمكن يكون في فرح حده، وبتفهم شيء كتير أساسي اللي هو أنه الحب ما فيك تجزئه. لامور نو سو ديفيز با، إل سو ملتيبلي. ما بعرف كيف بدي ترجم لك اياها بالعربي. بتضاعفه. انه ما بيتجزأ بس بيتضاعف الحب. بيتضاعف، يعني كل ولد رح ياخذ 100% من محبتك من قلبك. لما بكون لوحدي مثلا مفكر بفيليب، لا شك انه بكون 100% حزين، بس لما بكون مع بنت من بناتي بكون 100% بفرح، بكون معها. بس ما حدا بياخذ محل أبداً. الاخر. ابدا. وانت كبني ادم كانسان عندك محل بالعالم، عندك رسالة، عندك مهمة تقوم فيها، ولازم تفكر بحالك كمان. يعني انت لما بتفكر بحالك لازم كمان تفكر بحالك 100% من الوقت، يما من المجهود الممكن يلي يكون عندك. انتقل اليك غدا حمودة. غدا، انت سافرت الى نيويورك في عمر 21 سنة، تزوجت من عادل، أحلمتوا سوا، بدأتوا بالبناء سوا، تعبتوا سوا، كتبتوا المستقبل سوا، وفجأة انهار كل شيء. فجأة فل عادل بدبحة قلبية وترك لك نادين، سوزن، وآدم. بدي منك تنقلي لنا إحساسك الحقيقي في تلك اللحظة، لحظة الفراق. في زلزال بيهزك، ها؟ حياتي كلها تغيرت في لحظة، ويمكن
الحلم الكبير اللي كنا أحس إنك كنت عايش فيه وبتبنيه، السنس اوف بيربس بتاع حياتي كله تهز. ولكن I have في نفس اللحظة دي لقيت 3 pairs of عيون بتبص عليا، وفي دول حسيت الكونكشن بيني وبين عادل اللي لازم تستمر، لأنه لو وقعت هم مش هيكملوا. في اللحظة دي يمكن على قد ما كل حاجة انهارت، على قد ما اتولد في نفس اللحظة إصرار إن أنا وعادل حلمنا لازم يكمل، لازم الثلاث أولاد في نفس اللحظة؟ في نفس. شوف طبعاً من جوة اتقطعت، أنا كنت بعمل حاجات كتير، بدرس وانفولف في حاجات كتيرة، أخذت نفس عميق جداً وقعدت وبصيت وقلت يا إما هكمل بسرعة وأجري، يا إما الأولاد دول مش هيرجعوا المدرسة الأسبوع الجاي. وده exactly اللي حصل. إحنا كنا in the middle of امتحانات نص سنة. The kids had to move on. Of course كان في mourning. Of course كان في grieving. Of course كان في shock. الكلام ده بيستمر، بيستمر عمر وسنين. أنا لحد النهاردة عندي الإحساس، عندي فيه الحزن، لحد النهاردة عندي الألم، لحد النهاردة الإحساس بالذنب في لحظات إن أنا كملت وعادل مش جنبي، مش موجود يتمتع باللحظات الجميلة اللي الأولاد بيمروا بيها. شيرين، أنت حزنك من نوع آخر، عانيت من اكتئاب عندما بدأت بمراقبة وجع الناس وحسيت أنك أنت عايشة بفقاعة. بدأت دراسة العلاج النفسي عبر الفن لمداواة المتألمين. خبرينا عن تلك الفترة المؤلمة بحياتك. كنت حاسة حالي عايشة حياة مش حياتي، كنت حاسة حالي عم بعيش حياة مرسومة إلي من وقت من ولدت. إيش رح أدرس، كيف رح أشتغل، كل حدا بقول لي ما شاء الله عندك كل إشي درستي برا وعملتي وسويتي، بس كان عندي ألم عارم. وقررت إني أسمع هذا الصوت مع إنه كل حدا حولي كان عم بقول لي شو هالجنون، شو علاج نفسي عن طريق الفن، عمرك 30 سنة أقعدي تجوزي لاقي رجال يضبك زي ما باقي ستات زي بنات اللي عمرك. وبس كان عندي صوت داخلي عم بقول لي إنه المرسوم لي اللي أنا بدي إياه اللي بداخلي، صوتي الداخلي عم بقول لي مش هاي طريقك، طريقك إشي تاني، دوري على اللي بدك إياه، دوري على الطريق الصح. لأنه الألم كان لا يوصف الصراحة، بحس باللي جنبي واللي بعيد عني والابن الجيران واللي بآخر الشارع، ووضع الوطن العربي تعرف جريح ومتألم وفي دماء وفي أوجاع وفي صدمات. حسيت أنا لازم أعمل إشي، ما كنت قادرة أعيش الحياة اللي كنت عايشتها، عملت قرار. غادة حمودة، أنت أدركتي تعاطف الناس بطرق متفاوتة بنيويورك. طبعاً كنت لحالك، مجتمع ضيق جداً يلي بيعرفك اللي أنت بتعرفيه، من ثم أنت من جيل مختلف، أنت عشتي زمن مختلف عن زمن اليوم، زمن الشباب. كيف اليوم بتشوفي تعاطف الناس لا سيما جيل الشباب مع مجتمعاتهم؟ شوف الجيل الجديد اللي بتكلم عليه لأولادي، يعني عندي 3 أولاد منهم، عندهم السوشيال ميديا والإنترنت وعالم جديد تاني خالص أخدهم. ويمكن على قد ما عندهم كونكشنز على قد ما هم في إحساس بالوحدة قاتل. الشباب جيل الجديد عنده وحدة، عنده يأس، شايفين إن إحباط، إن إحنا الحقيقة كجيل اللي قبلهم بنسلم لهم العالم مش أحسن خالص، بالعكس مشاكل بيئية، مشاكل كل حاجة ممكن نتكلم عليها، فرص العمل مش كتير. فتعاطفهم يمكن شوية مختلف تماما. إحنا جيلنا كان very emotional ورومانتك، وكنا عندنا المودز بتاعت communication وconnection أقل، لكن كان في face to face أكتر، كنا بنحس ببعض، بنقعد مع بعض. ولكن أنت قلت حاجة مهمة قوي، الحاجة اللي ساعدتني وأنا في أمريكا وساعدتني لحد النهاردة هي النتورك اللي بتعملها لنفسك، السبورت سيستم اللي بتبنيه. أصدقائي من نيويورك من 30 ومن 30 سنة وأكثر، النهاردة هم اللي ساعدوني ألاقي الآدم مكان، علشان هي she's the head of creative director بتاعت أغلي فيف في باريس، she helped Adam find a place عشان هو هناك بيعمل second semester abroad يلاقي مكان يقعد فيه، الأكوموديشن. You have to surround yourself بالنتورك من الناس، build connections, build relationships. يجب أن تحيط نفسك بشبكة العلاقات، شبكة علاقات تبنيها بحياتك، دي مهمة جدا. النهاردة شبكة الإنترنت اللي بتتبنى على الإنترنت علاقات، ولكن ما فيهاش العمق والدبس
فوبالتالي الشباب كتير بتحس ان عندهم احساس بالوحدة. اعود اليك جورج، الحياة اوقات بتكون منصفة مع اشخاص، بتكون عادلة مع اشخاص، وبتكون بنفس الوقت غير عادلة لاشخاص اخرين. انت بعد سنة بالتمام من انتقال فيليب الى دنيا الحق اتصلوا فيك وابلغوك انه بنتك ليتيسيا سقطت عن صهوة جوادة، وقعت عن الحصان، اصيبت بشلل. مأساة عم بتعيشها بعد سنة من المأساة او تراجيديا الكبيرة، شو فكرت وقتها؟ شو قلت لنفسك؟ بدك تنكر، تقول مش معقول انه بعدك بمصيبتك ما ظهرت منها. بيجيك تليفون تاني انه اركود كمان على جديد على المستشفى، بنتك وقعت وما بتعرف شو صار. بتوصل على المستشفى بيقول لك الحكيم انه يمكن تقدر توقف على اجريها، بس بدنا نكون واقعيين، ليتيسيا انشلت من رقبتها نزول، ما بتحس شيء، ما بتقدر تتحرك. ما فيك تقبل، يعني انسانيا ما فيك تقبل هالواقع، وبدك تقول لا مستحيل ما فيني. ساعتها في عندك قرارين، بتكون يا اما بدك تخلي حالك تروح، يا اما بدك تلاقي مثل ما تفضلت ما تلاقي قوه من جوا تساعدك توقف على اجريك وتواجه عن جديد. القوه هذه، الصلابه هذه، الطاقه هذه من وين بتستمدها؟ ما في غير محل. انا بعتقد اخذت طريق مختلف، انا اخذت طريق فوت على نفسي من جوا، جرب لاقي القوه من جوا، مش مع الاشخاص، مش مع النتورك. انا جربت فوت جوا بداخل نفسي قد ما فيني، ارجع لاقي قد ما فيي قوه لحتى ارجع اوقف على اجري. شو لقيت جوا؟ بتلاقي كتير اشياء فعلا. بتلاقي نفسك، بتلاقي انه في عندك قوه كتير كبيره، بتلاقي انه مثل ما سبق وقلت كل القرار عندك انت، بدك تقرر شو بدك تعمل. غيرك بيقدر يكون حدك يساعدك يحكيك، بس بالنتيجة انت بدك تقرر وانت بدك تشوف شو اللي بدك تعمله. طلعت بعيونها لليتيسيا، قلت لها ليتيسيا بدي اعمل لك وعد، بدنا نرجع. ما تسمعي للحكمة، الحكمة قالوا لي يمكن في 1-2% لحتى ما نقول 0%، ورحنا على افضل المحلات بامريكا وغيره. قلت لها طلعي فيه، طلعي بعيوني 100% بدنا نرجع. والحمد لله اليوم ليتيسيا، وهذا ما حدا نصدقه، تمشي بتركض بتسوق عربيتها بتسافر. الأعجوبة صارت فقط بالأمل بالحب. أكيد أنه العلاج اللي قدرنا نعطيها إياه ساعد كتير، بس لو ما كان فيها الإرادة، لو ما كان فيها الإيجابية، لو ما كان فيها الحب، ما كان صار 10% منه. مشاهدينا، بدل ما يقعد جورج حاتم يبكي وحيده وبس، أي يرزح تحت مصاب ليتيسيا ويقول لو قرر يأسس مؤسسة أو ينشئ مؤسسة فيليب حاتم لطفولة سعيدة for a happy childhood، وهي اليوم موجودة بسويسرا ولبنان وأفريقيا وأمريكا الشمالية، وهدف زرع ابتسامة على وجوه الأطفال، وأيضا أسس من وجع ليتيسيا وتحت مظلة مؤسسة فيليب حاتم مركز ليتيسيا حاتم لإعادة التأهيل. جورج حاتم، ليش مؤسسة فيليب حاتم لطفولة سعيدة أولا، وليش كل مرة بتهرب عبر إنشاء مؤسسة خدماتية؟ في أكيد عدة أسباب. السبب الأول هو أنه نخلي ذكرى فيليب وابتسامته ومحبته وعطفته للأولاد الفقراء يما بالحاجة، نخلي هالسبيريت عايش. حبينا أنه نزرع ابتسامة قد ما فينا للطفولة. ما حبينا نحدد الطفل اللبناني، الطفل الفلسطيني، الطفل يمني، الطفولة السعيدة. وبدأنا هالمشوار، وأكيد كل الأشخاص يلي عانوا بمشكلة كبيرة وأسسوا من وراها مؤسسة شافوا أنه هاي الشغلة بتساعد كتير، بترجع بتعطيك سبب، بترجع بتعطيك أمبيشن، بترجع بتعطيك أجنحة مثل ما تفضلت من شوي لحتى تحقق.
وأنا اللي عشته أنا شخصياً كل ما أشوف ابتسامة على طفل إن كان هون يما بأفريقيا يما بالهند يما غير محل، كل ما نحط ابتسامة على وجه طفل بحس إنه فيليب عم يبتسم، بمعنى إنه أكيد ابتسامة فيليب راحت بس ابتسامة فيليب عم ترجع تعيش بوجه كل إنسان، وبتشوف شيء غريب إنه بتصير تعتبر كل طفل هو طفلك وطفلك صار طفل الجميع لأنه كتار صاروا بحبوا فيليب وبيعرفوه صار طفلهم. وأنا كل هالأطفال لما بكون بمناطق صعبة كتير وبشوف هالأهل عم يطلعوا فيي كأنه عم يعطوني طفلهم صرت أنا مسؤول عنه، دونك صرت أنا أب ألوف المرات أكثر من ما كنت. غدا حمودة، بعد وفاة زوجك تبعتي دراستك بالحقوق ونلتي إجازة بالعام 2008، استقريت لاحقا في القاهرة ونفذت حلمك أنت وعادل وهي الاستثمار في تعليم أولادك. هل يوم فيك تقولي نفذت المهمة؟ يس، في 2000 عادل توفى 2005، كملت حقوق تخرجت 2008، والولاد النهاردة ببص عليهم وبقول أيوة حققنا حلمنا في أنه يتعلموا أحسن تعليم. أنا عندي الحمد لله التلاتة كل واحد واقف على رجليه لخلص الأندرجراد أو ماجستير برا في أحسن جامعات وبيشتغلوا، ولكن برضو الحلم مستمر. يعني أنا شايفة أنا وهو كنا عايزينهم يفضلوا يتعلموا. بين قوسين غادة حمودة هي أم ناجحة وبزنس وومن ممتازة ومن بين النساء الأكثر تأثيراً في جمهورية مصر في قطاعي المال والأعمال. أعود إليك شيرين يعيش، يوم أسست كينونة هل كان هدفك إصابة عصفورين بحجر واحد؟ يعني من ناحية تلاقي علاج لنفسك لواقعك لحالك عبر ممارسة الفن وعلاج للحزينين والمهمشين أيضاً؟ أكيد وفعلاً، لأنه كينونة لها طريقين، تحقيق ذاتي وأكون حقيقية مع ذاتي وصريحة مع حالي وأعمل إشي صح. وزي ما كان بتفضل هون هو مثلاً السيد جورج كان عم بيقول، أنت سألته سؤال وأنا حسيت أنه جوابه هو لأنه الدنيا مش عادلة، مؤسسته بتتأكد أنها تعطي العدل للأهالي اللي ما عندهم القدرة يساعدوا أولادهم، فهو بشغله بحاول يحقق العدل للي ما إله عدل، وأنا بشغلي بحاول إنه الأطفال والنساء المهمشين واللاجئين اللي ما عندهم المصاري، ما عندهم الدعم، ما عندهم الحق، الحياة مش عادلة معهم، بحاول إنه مهما كانت ظروفهم يتعرفوا على ذاتهم، لأنه هذا حقهم، حقهم إنهم يعرفوا مين هم، حقهم يعيشوا حياة كريمة مهما صار، حقهم إنهم يتواصلوا مع هاي القوة الداخلية حتى لو كانت ظروفهم كتير صعب، لأنه هذا حق إنساني. فأنا بعمل تنين، حقي إنه أنا أحقق ذاتي وحقهم هم إنهم يحققوا ذاتهم، وهذا كله بيجي عن طريق التواصل مع الكينونة اللي هي جوهر الوجود. يلي بيتابع عمل كينونة بيشوف إنه الرسم أسلوب تعبيري، الرسم هو علاج تعبيري، في الواحد يقرأ كل رسمة بطريقة مختلفة. شو رأيكم إذا نعطي كل واحد منكم ورقة وقلم وبيرسم اللي بيحب يفكر فيه أو يلي بيفكر فيه، ومشوف شيرين كيف رح تقرأ هذه الرسومات وشو رأيها بهذه الرسومات. في عندي هون بضعة أقلام وفي عندي هون رفرين. جورج هذا لألك، وهذا هذا لألك، اختاروا الألوان بتحبوا تختاروها. واو، طب انا ممنوع ارسم الالوان دلالي كمان، ممنوع اعبر، بمزح. يمكن الالوان دلالي كمان، بمزح بمزح. يلا جورج، جورج اخترت اصفر وأورنج، يعني ايه الحكايه؟ ايه الحكايه؟ طب عظيم. اوكي، هيدي مصادفه او استنساخ او نقلت عنه؟ مبدئيا الاصفر مش راح يكون واضح على الابيض. بس ليش اختاروه برايك؟ ما بقدر اقول ليش اختاروه، بس انا بقول لك اذا اللون مش كتير واضح على الورقه. هل برايك اني غير واضحين؟ مش غير واضحين، يمكن فضلوا ما يتعمقوا هلا بهاي المرحله. انا ما بدي يعطونا الصافي من الاخر، فاهم؟ لاني مش حقدر احلل هو اللون مش واضح. طيب شو رح يطلع معه هلا بنشوف. انا خلصت. شيرين، هني وعم يرسموا ضيوفنا لحدال معك، في شعار بيقول كلنا فنانين اذا سمحنا لانفسنا بذلك. We are all artists. خبرينا كيف الواحد بيقدر يعبر
عن حزنه وأحلامه وأماله وطموحاته بقلم وورقة وريشة. شوف أنا دائما لما أشتغل مع ستات بقول لي شو رسم شو هالحكي الفاضي، بقول لهم اعتبروا حالكم عمركم 7 سنين، لو بتفوت على أولاد صف أول بتقول لهم ارسموا، كله برسم ما بفكر. اللي بيصير هو إحنا صغار بنرسم من غير ما نفكر، بنكون تعبيريين، بنكون حقيقيين، بنخربش، بنعمل. لما نكبر بنحط عوائق، بنحط لا أنا ما بعرف أرسم، لا ما بعرف إيش. والحقيقة إنه الطفل بنمو وهو برسم وهو بلعب، بنمو ذهنيا، بنمو نفسيا، وإحنا بنكبر نبطل نعمل هاي الأشياء. خلينا نشوف شو رسم جورج وشو رسمت غادة. رح أسألك، أنت شايف من عندك؟ شايف شمس. آه. قدي واضحة الشمس؟ واضحة شمس دائما واضحة. إيش لا أكيد شمس واضحة جدا وما في ولا غيمة. وفي إيش أمل. هذا؟ perfection. perfection. There is only perfection in the world. ما في إلا كمال. Are you a perfectionist؟ أكيد. بدي أنتقل إلى رسم غادة. غادة شو رسمت وكيف تقرأين هذه الرسمة؟ أنا عم شوف قدامي شجرة مثمرة. أنت إيش رأيك؟ أنا رأيي this is each of us. كل واحد فينا لازم ده اللي بنديه الحياة، ده اللي دورنا في الحياة، يلاقي طريقة يثمر فيها، يلاقي طريقة ينتج بيها يثمر بيها. إن إحنا بتبتدي من جوة، إنك بتبص على البيربس بتاعي إيه، أنا في الآخر في آخر المشوار عملت إيه. شايفة دي مهمة كتير. إحنا نبص على العالم محتاج إيه، ونبقى إحنا التغيير، إحنا نبتدي التغيير اللي إحنا عايزين نشوفه في العالم، إحنا نكون التغيير ده، إحنا اللي نقص. أنت شايفة إيه؟ أنا شايفة اللي كنتي عم تحكي عنه قبل شوي، إنه أنتي هاي الشجرة كأنه المرأة القوية اللي واقفة واللي أثمرت مهما صار. لكن أنا كمعالجة نفسية إذا بكون بجلسة ما بحكي هذا الحكي، لأنه مش دوري، دوري أساعدها هي تتوصل لإيش معنى الشجرة بالنسبة لها. بدي أختم هذا القسم معك جورج، بيقولوا إنه الإنسان بيرتاح وقتها بيعطي معنى إيجابي للتجارب اللي بيخوضها بحياته. حتى الموت نقدر نعطيه معنى إيجابي، شو رأيك؟ ما في موت، في انتقال من حياة لحياة، هذه قناعة ما فيني أقنعك لإلك، بس هاي قناعتي. ما في شيء اسمه موت، يمكن الجسد بموت بس الإنسان ما بموت. وبحب علق على النقال مشوي، إنه بالعطاء في كتير فرح. الشغلة اللي بتخليها لإلك بتخسرها، الشغلة اللي بتعطيها بتضلها وراك من بعد ما تترك. الشغلة اللي بتتركها لإلك بتنسيها، ما بتقعد بتشوفها شو ما كانت. الشغلة اللي بتعطيها سبحان الله بتنبت، بتصير عندها انعكاس أكبر وأكبر، وبتشوف إن اللي عطيته صار عنده ملتيبلاير إفكت. طيب جورج، برأيك شو رسالة الله يلي حب يبعث لك إياها من موت فيليب ومن ثم إصابة لتيسيا؟ هل في إشارة معينة حب يرسل لك إياها؟ بعتقد التجربات يلي الواحد بيواجهها بتخليك تعطي الأفضل يلي موجود فيك، كأنه حب يساعدني يمكن إنه أعطي يلي أقوى شيء عندي، أفضل شيء عندي، ويخليني أكون كإنسان حاول على القليلة اتحسن وتقدم قد ما فيه. يعني دفشني كثير لقدام، ولهالشغلة ما فيني إلا أشكره. العمر محطات، طلعات ونزلات، خيبات وانتصارات، حزن وفرح، ووحده الأمل إذا ضاع بضيع كل شيء معه. فاصل أخير. السوشيال ميديا مرآة، فتعالوا نقرأ فيها. مشاركات غادة تعكس أحلامها عبر بروفايل اخترته لحسابها على تويتر، وأرفقته بقول: يجب أن تكون التغيير الذي تود رؤيته في العالم. المهاتما غاندي هو الصورة والقول. فيسبوكياً عبرت أيضاً: الحياة ملهاش إعادة، عشها بسعادة. وتابعت: تحث على التغيير في التعليم، قال أينشتاين مرة:
الجميع باقرة، لكن إذا حكمت على سمكة بقدرتها على تسلق الشجرة ستعيش مقتنعة أنها غبية. جورج ببياض شعره وإشراقة وحيده يطل بخفر عبر حسابه الخاص. نغوص في صفحته، نعود إلى الوراء 9 سنوات، إلى أول صباح الخير، فنجدها من فيليب يرحب به عبر هذا النوع من الإعلام مردداً في 3 جمل: جوتام جوتام بابي I love you. جورج ناشط فيسبوكياً أكثر على صفحة مؤسسة فيليب، نجول فيها بسعادة استعادة الأمل. ننتقل إلى شيرين فنراها بين الألوان والوجوه والأقنعة والتعابير والصور، محددة سبل الخروج من الحالة القاتمة إلى الحالة الملونة ب3 كلمات: تأمل، عبر، تداوى. الصبية شيرين تحب القراءة، تحب الإنسان، تحب الكلاب والهرارة، تحب غزة وبحر غزة ونجيب محفوظ ويوسف زيدان وأحمد مراد. هي سيدة كينونة، والكينونة فلسفياً هي الوجود. كان، يكون، كنا، كيانة، كينونة، مفهوم الكلمة واسع. شو مفهومك شيرين؟ المفهوم الدقيق لاسم كينونة. الكينونة هي جوهر الوجود. هي أنا دائما بوصف للأطفال بشتغل معهم بقولهم بتعرفوا هذا الصوت الداخلي اللي بقولكم في إشي صح أو غلط وما بتعرفوا تعبروا عنه، وفي ناس بقولكم عندكم شعور إنه في إشي لازم تعملوه، هذا الشعور بيجي من الكينونة. الكينونة هو هذا الشعور الداخلي، هي بوصلة الإنسان، هي اللي فيها كل الأجوبة، هي المكان اللي بيجي منها الأحلام والألوان والرسم. هذا هو الكينونة وهذا هو الهدف. الهدف هو التواصل مع هذا الصوت الداخلي والثقة به والإيمان فيه، لأنه هو اللي رح يوصلك لغايتك وهدفك ولإنسانيتك. بكينونة فيكن تقيسوا الألم. الألم كيف بينقاس؟ أعتقد أنه الألم إنساني. الألم عند جورج نفس الألم عند غادة مهما اختلفت أسبابه. الألم نفسه عند كل الناس ما بيختلف من إنسان لآخر. ماذا عن الفرح؟ والفرح كيف نقيس الفرح؟ والفرح نفس الشيء، شعور إنساني. يعني لما كان عندنا مثلا مشروع الأسبوع الماضي مع نساء أردنيات وسودانيات، ثقافة مختلفة تماما، بس اجتمعوا عرفوا إنه الشعور ذاته، الشعور نفسه، مهما اختلفت الظروف ومهما اختلفت الأمور اللي بتأثر على الحياة، الشعور الإنساني هذا إحنا بننساه كناس. بننسى إنه الألم عند اليمن نفس الألم عند سريلانكا، ما في اختلاف، نفسه. جورج، الألم بيتجدد. ماذا عن الأمل؟ كيف فينا دائما نجدد الأمل بحياتنا؟ إرادة. بدك بإرادتك تقول، وإذا فينا ناخد يلي صورته هو إذا بتشوف الشمس وهالخط كمان، هذا مثل الأفاق، الهورايزن، والهورايزن مثل ما كلنا بنعرف ما بتوصل له، هو المشوار الأهم من أنه توصل، هو المشوار يلي فيه الأمل، والمشوار يلي فيه تعبير عن الثقة، ثقة بالنفس، ثقة بالغير. هو المشوار، هو المحبة، لما بتوصل خلص راحت طعمته. هذا اللي فيني أقوله. غدا، أنت دايما بتنادي بالتغيير الإيجابي. ليلي الشباب عم يسمعوك، عم يتابعوك، في كتار يمكن واعين تحت وابل من الحزن مش قادرين يطلعوا من براثن الحزن هذا. انظر إلى الكاميرا، حكي مع أولا، حكي مع جيل أولادك، احكي لهم عن قيمة الألم وقيمة الأمل. الألم والألم الاثنين أحرف مختلفة، ولكن إحساس عميق جدا من جوا بيزلزلك، بيهزك. الألم بتحس إن أنت مش out of control، ما عندكش control على أي حاجة بتحصل حواليك، ولكن في الحقيقة كل هذه المشاعر اللي بتمر بيها اللي ممكن توصلك لليأس، توصلك لإحساس إن أنت مش قادر تتحرك، وإن أنت يمكن سهل to just give up وتقول خلاص عايز أموت. ما تيأس،
القوة جواك find it. لقيها. شيرين، رسالتك للشباب اللي عم يتابعونا الليلة؟ رسالتي هي اخرجوا من الفقاعة. مواقع التواصل الاجتماعي حلوة كتير، بس بنفس الوقت بتبعدنا عن الحقيقة والحقيقة بداخلنا. ما تهربوا من المشاعر الصعبة، واجهوها وتعاملوا معها وكونوا حقيقيين مع ذاتكم. تواصلوا مع كينونتكم مهما صار، تواصلوا مع غيركم وحسوا بغيركم. الألم مش إشي عيب، الألم شعور لازم نعطيه حقه، أعطوه حقه. جورج، يقال أنه إذا أراد الإنسان أنه يعيش سعيد يوم واحد فليشاهد فيلم، وإذا أراد أنه تدوم السعادة أسبوع لازم يروح على الصيد، وإذا أراد سعادة كل العمر لازم يساعد غيره. شو رأيك؟ هو بالعطاء وبمساعدة الغير في فرح كتير كبير. لو من وجدت مؤسسة فيليب حاتم، ولو ما ساهمت بإعادة الابتسامة إلى وجوه الكثير من الأطفال، شي فيهم. وش فيليب، انت قلت انك انت مش بس أب فيليب، انت أب ألاف الأطفال، كيف تتصور كنت بتكون حياتك؟ حزينة أكتر بكتير. شيرين، لو ما خلقتي كينونة كيف تصور حياتك اليوم؟ بعتقد أنه لو ما خلقت كينونة كان خلقت إشي غيرها، ما كان بقدر أضلني زي ما كنت. غدا، النسيان نعمة، هل بتمتلكي نعمة النسيان؟ أعتقد بمتلك نعمة المرونة الكافية إن أنا أفهم إن الناس اللي كانت في حياتنا وراحت، سواء والدي سواء جوزي سواء الناس اللي حوالينا، كتير بتشوف بيروحوا، بتعيش مع الحزن. الميموري بتفضل معك، وده جزء من الاكسبيرينس بتاعة الحياة. فمش لازم ننسى عشان نكمل، لكن لازم نفتكر ان اللي كانوا بيحبونا واللي كانوا معانا كانوا بيحبوا الحياة قد إيه، وإيه كل الحاجات اللي كانوا نفسهم يحققوها ونحققها. هم عايشين من خلالنا، وكل حاجة بحققها النهاردة وبشوفها في عيون أولادي، أنا شايفة عادل، شايفة جوزي الله يرحمه. فمش لازم ننسى، لازم أكتشلي بعتقد لازم نفتكر ونفكر ونعتبر. جورج، شعاركم هو one smile at a time. إذا قالوا لك هلأ أنك قادر بهاللحظة تهدي باسم ابنك فيليب ابتسامة، لمين التهدية؟ سؤال كتير صعب. ما عاد تفرق بين طفل وطفل، ما عاد تفرق بين إنسان وإنسان. بعتقد نحن كلنا هدية من ربنا، يمكن بالمظاهر في اختلاف أكيد، بس نحن واحد، كلنا واحد. ألمك ألمي، ابتسامتك ابتسامتي، محبتك محبتي. إذا ببعطيك ابتسامة بكون عم بعطيها للجميع، وأنا ابتسامتي بعطيها لكل إنسان يمكن اليوم بفكر إنه هو لوحده يما حزين، وحتى لو عطيتها لإنسان واحد الجميع عم بيتلاقوها. شيرين، الابتسامة اللي بتهديها باسم ملايين المهمشين والحزانة، لمين بتهديها؟ أعتقد بهديها لغزة، لأنه اشتغلت أنا بغزة، كنت هناك قبل سنتين، واللي شفته بغزة ما شفته أي مكان تاني. فبعتقد أني بهديها لهناك، لأنه هم عندهم نقص بالابتسامات وبالمشاعر وبالإنسانية وبكل إشي، عايشين بجحيم. فبهديها لهم، بسلم عليهم وبقولهم أنه سيبقون معي يعني دائما وأبدا. غدا، ماذا عنك أنت؟ لو قدر إليك اليوم إهداء ابتسامة باسم زوجك الراحل عادل، لمين بتهديها؟ بهديها لكل امرأة مصرية عربية، لكل امرأة بتعتقد انها ما عندهاش القوة الكافية انها تكمل، او الناس بيحاولوا يقنعوها انها ما عندهاش القوة الكافية انها تكمل المشوار. لازم يكون عندنا ثقة اكبر، وللأسف الكثير مجتمعاتنا بتحاول تكسر، ولكن بعتقد ان الابتسامه دي هي بس تعبير بسيط عن ثقتي ان احنا جوانا قوه وطاقه
بوزيتيف قد ايه، ونفسي يا رب اشوف كل ست مصرية وعربية وفي العالم بتاعنا تجيت ان تاتش تلاقي القوة دي، وان ما تفكرش مين بيقول ايه حواليها، تسمع بس الصوت اللي جوا وتكمل. دايما في بالحياة خلاصة، وليلي مفروض نختم هالحلقة بخلاصة معينة، بنتيجة معينة، بعبرة معينة. بدي أطلب من كل واحد منكم على الموبايل الخاص فيه، على الآيفون اللي معكم، إنكم تغردوا خلاصة تجربكم أو تجربتكم الكبيرة والعميقة. غادة حمودة، شو كتبتي؟ كتبت Don't give up on yourself. معلش باللغة الإنجليزية. Don't give up on yourself. Surprise life and keep moving forward. حلو. شيرين يعيش. كتبت البصيرة طريقها الكينونة، فماذا تقول الكينونة؟ جورج حاتم. I only said be strong and be happy. You deserve it. جورج حاتم، شيرين يعيش، غادة حمودة، شكرا على هذا الحوار الملهم والغني والثري. شكرا. أصدقائي المشاهدين، كل ظلام الدنيا ما بيقدر يخفي ضوء الشمعة. آمنوا دائما بوجود طريق للأمل، ورح تكتشفوا وين هو الضوء. إلى اللقاء.